الحقيقة انتوا كلكم يعني كنتوا احسن من بعض. وعايزة اسألكم اختيار اللغة العربية هل ليه هدف ايضا؟ لا، هو النص مترجم باللغة العربية وهو اتعمل قبل كده في كذا مكان باللغة العامية، واتعمل قبل كده بنجوم سنة 98 باللغة العامية، كان باسم لعب عيال. لكن أنا عايز أقول إن اللغة العربية هي اللي بتثري العمل، يعني اللغة العربية مدياله ثقل ومدياله معاني كتيرة قوي، وإجادتنا للغة العربية دي جه بعد تدريب كبير. يعني إحنا ما كناش بنجيد بالمنظر ده يعني، لكن كان معانا مصحح محمد الخيام الحقيقة تعب معانا كتير قوي، لكن علشان نظبط المسألة، مش كسرة وفتحة وضمة، دي في حاجات كتيرة قوي في اللغة العربية يعني. وبعدين دي لغتنا يعني، لازم حتى لو عرضنا العرض ده في أي مكان في الدول العربية هيتفهم لأنه باللغة العربية. حسيت انه يمكن عايزين تقولوا انه بعد ثورة 25 من يناير انه مصر فعلا بتحاول انها تستعيد نفسها من جديد، انها يعني ما تكونش تحت مظلة الدول الأجنبية، وانها بتفخر بهويتها وبلغتها الأصلية. احنا حتى في الاخر في كده بصيص امل احنا عاملينه، ان الثلاث اخوات دول بعد ما خلصوا اللعبة حسوا ان بكرة احسن وهيبقى في جديد وهيبقى في امل. احنا نهيناها بكده لان احنا انا عايز اقول لحضرتك سوري ياسمين، ان هو ببساطة شديدة جدا جدا يعني، وهي لها معاني كتيرة قوي. هو بيقول لالو وبرضو وبيبا وكوكا في العار، هذا الكرسي اريده وليس هنا، لان هنا افيد لي. يعني انت ما تقعدنيش في المكان اللي تختاره انت، سيبني انا اقعد، لان انا لما هختار بنفسي هعمل الصح وهفيد وهستفيد، انما انت هتفرض عليا قيود طول الوقت، فانت هتستفيد ولا انا هستفيد وهنضيع. فاحنا بنقول ان في الاخر خالص يعني بنقول ان بلدنا تبقى احسن بلد ان شاء الله في الدنيا. هذه هي فرصتنا الوحيده، ألا تفهمين؟ هذا الكرسي أريده هنا وليس هنا، لأن هنا أفيد لي. بشكل أفضل وأسرع.
أقبل هذه الأوضاع. كل أفكاري وكل مشروعاتي بالنسبة لهما أشياء غير معتدلة. يريدني كل شيء ثابتا لا يتغير من مكانه، لكن مستحيل، لأن أنا وأنت وببة أناس لا تحتمل. المخرج الشاب تامر كرم، أهلا بيك وبنحييك على العرض الجميل. وعايزة أسأل حضرتك، إحنا ما حسيناش أنه هذا نص مترجم رغم أنه المؤلف كوبي، لكن فعلا حسينا أنه نص مصري بيواكب كل مشاكل هذا العصر وكل أحداث هذا العصر. والله وده طبعا شيء مقصود جدا، وإحنا حاولنا طبعا أن إحنا نوصله للمتفرج. العرض مهم جدا انه كان يوصل للمتفرج البسيط ويحاول يفهم العرض. العرض معقد في حقيقة الامر، ولعبة ما فيش حد عارف امتى بيدخلوا امتى بيخرجوا، امتى الحقيقة امتى الخيال امتى الواقع. فكان لابد ان احنا نحاول نعمل عملية يعني تفكيك للنص، وده اللي احنا قدرنا نعمله، ان احنا حاولنا نوصل النص للمواطن البسيط، وبالتالي الناس شعرت انه العرض وكأنه عرض اصلا مصري وكأنه مؤلف مصري، ما هوش لولا من الاسامي بس اجنبي كانت الناس فكرت انه نص اصلا مصري. الحقيقة انا شفت فعلا الجمهور الحاضر كانوا مبسوطين وكانوا بيسقفوا كتير. وبرضو دايما عايز اقول لحضرتك، احنا اعتدنا على المسرحيات اللي هي فيها ابطال كتير. هل كان من الصعوبة ان حضرتك تخرج مسرحية بتقتصر على ثلاثة شخصية او ثلاث شخصيات فقط او ثلاثة اشخاص، وفعلا قاموا بكاركترات وادوار عدة؟ بص، عايز اقولك على حاجة، اكتر حاجة ممكن تواجه المخرج وتبقى اكثر صعوبة هي انه يعمل نص من شخصيتين او ثلاثة. مش مستحيل، يعني الناس بتحسبها العكس، يقول لك ده عنده 20 30 واحد والعرض صعب جدا، انما ثلاث شخصيات لا خالص. انا عملت عروض مثلا زي الملك لير وجان دارك وهاملت، كل دي عروض اخلقتها. اصعب حاجه بتواجهيها لما تيجي تعمل نص صغير. ليه؟ لانه المسرح اساسا يعتمد على الرؤيه التشكيليه. يعني انت معاكي ثلاث شخصيات، طب انت خليتيهم عملوا كده المره دي، والمره اللي فاتت عملوا كده، طب والمره دي كمان عملوا كده، طب انت هتعملي بيهم ايه تاني؟ لما بيكون عندك 20 30 واحد، الرؤيه دي بتعمل ايقاع للمتفرج، بتخلي العرض دايما فيه حيويه. فدي صعوبه المساله، انت معاكي ثلاث شخصيات وقاعه صغيره، طب هتعملي فيها ايه؟ لمده ساعه كامله، يعني دي صعوبه الحكايه يعني. لكن هم العرض جميل ومتدفق وفي احاسيس ومشاعر مختلفه، وانفعلنا بيه، وقضيته قضية مجتمعية حالية. هؤلاء الأولاد الذين يثورون على السلطة، سلطة الأب والأم، وبالتالي من الممكن أن تكون سلطة المجتمع وسلطة الدولة وسلطة العالم، من الممكن أن تعمم الأشياء يعني. عشرين يا بلاد عشرين، عشرين تدهور الناس شيئا فشيئا، وفي يوم من الأيام لن نصبح أكثر من جشش. ايه يا سيدي الايقاع ده؟ يا سيدي هو ايقاع كده، خليك في حالك انت. لو كنت عرفتني قبل ذلك، ايام الشباب، ايام الشقاوة. ايدك حنينها عليا قوي يا بنتي، اضحكي كمان شوية. تقولك ايه ده؟ بابا تنمتي؟ لا. طب ما تيجي نمثل هناك. ليه؟ بقالنا كتير قوي يعني. الشنين الشنين احس بنخز هنا، نخز كشكل دبوش هنا هنا هنا. بابا ايه بنتلون؟ الشنين الشنين الشنين، انا عجوز مومياء، والحالة تشوق يوما بعد يوم. Oh,
في النهاية طبعا البشر لهم طاقة، لما تكون في قيود وأغلال بتفرض علينا باستمرار في النهاية بالطبع هنثور وحنقضي على هذه القيود ونتخلص منها ونتحرر. وده اللي حصل فعلا، يعني 30 سنة فوق دماغنا كاتمين كاتمين، فجأة صرنا، يعني ما كانش حد متوقع الثورة دي، بس هي طبيعية. طب انتوا كشباب هذا الجيل، شباب الثورة، من خلال فنكوا ايه اللي هتعملوه علشان تفيدوا الثورة واهداف الثورة؟ عشان يعني احنا بنحاول اننا نستعيد كرامتنا اصالتنا الى اخره، ايه هيكون دوركوا في الايام المقبلة كفنانين شباب؟ ده يونس بقى يجاوب عليه لان هو اكتر مني خبره ونجوميه يعني. ببساطه شديده احنا بدانا دورنا فعلا بليله القاتله، وانا النهارده بدعوه من خلال القناه الثانيه من خلال برنامج كل يوم، ان احنا بنقول للجمهور تعالوا اتفرجوا على ليله القاتله لانه ده عرض يناسب كل فرد وليس به اي نوع من انواع الابتذال او الاسفاف، وفي نفس الوقت بيدعو للتغيير وبيدعو للثوره ضد كل ثابت ايا كان الثابت ده ايه، اي كان الكلاشيه او القوالب اللي احنا بنعيش فيها طول الوقت مع ميين ما بنسمعش ما بنشوفش، فاحنا بنقول تعالوا، فدي بدايه رساله لينا كفنانين للجمهور، بنقول له تعالى اتفرج على ليله القاتله والبقيه تاتي ان شاء الله باذن الله. ارجو من المتهم ان يكون اكثر دقه في اقواله. ذات يوم وانا العب مع اخوتي اكتشفت فجاه كنا في الصالون، لا انا اكذب، كنا في المخزن، كنا نلعب يعني كنا نمثل، لكن مره واحده جاءتني هذه الفكره. اي فكره؟ كانت فكره بسيطه، كنت اعلم ان ما كان اهلي يقدمونه لي لم يكن هو الحياه الحقيقيه، فقلت لنفسي لو كنت تريد ان تحيا لابد ان تقتل اهلك. ارمي هذا امر غير مقبول ايها الساقة المحلفون. نعم حقا جاءتني هذه الفكرة بالضبط، كنت اريد ان اطردها في البداية، كنت اريد ان اطردها لكن هي التي كانت تطاردني. اقتل اهلك، اقتل اهلك، اقتل اهلك، اقتل اهلك. كنت اعتقد اني جريمة، كنت اقفز من فوق السرير، كنت مريضا بالفكرة، كنت مصابا بالحمى، كنت اعتقد اني سانكفر كالبالونة، كالبالونة، وانا الذي كان يناديني. هو الشيطان، ليال وليال لم ترى عين النوم، رأيت الموت يقترب، رأيته يقترب ببطء، ببطء شديد، رأيته وراء السرير، وراء السجائر، بين الملابس، في الدولاب، وكان يهرس لي. قاتل، قاتل. ثم فجأة يختفي كأنه الزحف، وبسرعة أقف أمام المرآة، وأرى أمي من يهتم ضابطة في تابوتها وهي تبكي، وأرى المشكوكة يضحك ويصرخ في وجهي. وفي الليل أحس بأذن أمي تسحبني على المسألة المخدشاني، وكل صباح أصحو من النوم وكأني خارج من الموت، حولي جثتان تطاردني بأزرعهما، لكن لا لا، الأفضل أن أهرب من البيت، الأفضل أن أهرب من البيت، أن أهرب من البيت، أن أهرب.